السلام عليكم. التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط، بينما يؤكد الحوثيون أن الطائرة أصابت الهدف بدقة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه خميس مشيط بالمملكة. وقال التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية. وأكد استمرار الحوثيين بمحاولاتهم العدائية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، بينما أكد الإعلام الحوثي أن الطائرة أصابت الهدف بدقة وكانت الإصابة مباشرة لهدف عسكري في قاعدة سعودية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.